اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي أينما كنتم ورحمة الله وبركاته، وأسأل من الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم وأن يقضي جميع حوائجكم، وأن يشافي الله مرضاكم، وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن نرزق وإياكم حسن العاقبة إن شاء الله، وأن يمن علينا وعلى الجميع برفع هذا الوباء بمحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين، آمين رب العالمين. أحبتي، صلاة يوم الأحد، صلاة يوم الأحد، أنا أكرر أن هذه الصلوات في الأيام تكون في النهار إن شاء الله. صلاة يوم الأحد تصلى عند الضحى ركعتين. راح بعض الأخوة يقول لي شيخنا بعد صلاة الظهر ممكن؟ نعم ممكن. فهذه تصلى عند الضحى، هذه الصلاة من ركعتين. يعني شنو ركعتين؟ يعني مثل صلاة الصبح بتكبيرة إحرام وتشهد وتسليم، مثل صلاة الصبح، ولكن تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة واحدة وثلاث مرات سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وفي الركعة الثانية الحمد مرة واحدة والتوحيد ثلاث مرات. أجرها يا رسول الله؟ النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: من صلاها عفي من النار وبرئ من النفاق وأمن من العذاب وكأنما تصدق على مسكين. بعد يا رسول الله: وكأنما حج عشرا، يعني عشر مرات، وأعطي بكل نجم في السماء درجة في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق وإياكم لأداء هذه الصلوات.